السلام عليكم احبائي، كيفتما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم السخره ديالي د الشهر. المهم هذه هي السخره اللي تسخرت، وما نقولكمش شحال كاين الغله 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 بزاف بزاف. المهم هاد السخره هذه اللي شريت من عند مغاربه، هذه ما عرفتي واش. المهم انا شحال ما تسخرت سخره الشهر، كنت كل مره كنسخر شويش، رغم ان كنفضل سخره الشهر حسن. هذه شريتها ب 192 وشويش، غا هاد الشيء هذا اللي من عند المغربه اللحام، ومن غير هاد الخضره، وهنايا واحد كيلو ديال الحوت والفروتة وديك الشيء. المجموع كامل بين الخضره وهذا وديك اللحام والجداد، المهم بين كل شيء 280 ولا 280 وشويش. مع سبحان الله العظيم، الغلا 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 بزاف 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 صراحه تنقل. اللهم هذا منكر، اش نقول؟ الحمد لله على كل شيء. انا راني جبت عندي كل ما نوريكم كيفاش كتصل الماكله وشنو شريت بالضبط. هذا الصوص الصحار، كل حاجة غنعملها في بلاستيكة وندخل هذا للثلج. كنقصد بعض المرات الحاجة واخا كتكون قليلة، بعض المرات العيال كيبغيو يجبدو غير راسهم، يعدلو راسهم باش ميجبدوليش يكون شي وكيخسرو ديك الساعات. يعني اللي كنحتاج انا نجبد راه جوج بلاستيكات ولا كفات على حسب حتى يكونوا بينا، ولكن الأحسن في الحاجة اللي كتجبدها وكترجع للثلج راه ماشي مزيانة. هذا الصوصيس، هذا صوصيس أخر، هذا صوصيس ديال الجدد، هذا الحوت، زال هاد الصوصيس ديال الجدد ديالكم. دائما بلاستيكة عملي لها هيدا، توزعو هيدا، متجمعوش إذا باغي كدوب. تجمعوها شي هيدا تكمشوها. أنا بغيت نوري معاكم الغلا اللي كاين هنايا. قولوا لي في المغرب واش دول أخرى، بحال فرنسا، هولندا، السويد، إسبانيا، واش تانتو معاكم هاد الغلا ولا ولا لو انا كنسمع العالم كامل بالحقش لا على هذا الغلا. هذا صراحه صح، هذا غلا بزاف بالنسبه. غنزيد هذه ونزيد هذه، لا ولا صافي هيدا صافي بزاف. دائما كتعدو بلاستيكه هيدا باش ملي كتذوب باغيها كتذوب. ها كتزعوها هيدا. ها هاني دابا كنوريكم هذا شريت عاود جنيحات، راه كلشي هنا من 10 الفوق، 10 اورو الفوق كاين كلشي، وكاين لي كثار، يعني الحاجة اللي أقل هما هاد الجنحين، كتولى 5 اورو شي حاجة، حيت بلي قامة، أنا حيت كنخدم معنديش الوقت حتى بلي قامة، يعني كنشري حاجة بلي قامة، باش كتجيني ساهلة، فهمتي، كتجيني ديك ساعتك ساهلة، هكا، مبقاش عاد. ونبغي نعملكم غا هاد الطريقة للحام كيفاش كنحشي كبيرة، وهادي كيفاش كنقسمو. هذا النهار السبت إن شاء الله إذا كتر باقي غنسخر من أرضي، غنوريلكم هاد الخضرة كيفاش عملتها هي عن بقا الثلج، باش تجي ساهلة الإنسان ديال الخضرة تجي ساهلة مكيتعبشي، وما كيعديش بجوج، يعني حتى المرأة اللي ماشي عاملة اللي كتصف الدار هي تعديش. شريت التريد، التريد هو رخيصة، شريتو بزاف وقلت نشري جداد بيدي، إن شاء الله هاد البرودة كيصلاح بزاف. إيوا ها القومة بغاتي تبدا لي كيشدو القومة، نعدلو إن شاء الله شي نهار. أنا بغيت نقول للناس اللي تزعيني في القناة لأن أنا عندي من جميلة كيفي. علاش مثل جميل كيفي؟ حيت انا القناة ديالي ما متخصصش في واحد الحاجة، طاحت ليا الفكرة قلت اش بنادم اللي يمين يمشي عملت بحال فيني فيديو بحال اللي كتفرجتي فيديو، يعني كيقدم لي كلشي
تقدمليش غير الطيار، ما تقدمليش غير الصفار، ما تقدمليش غير كل مره كيقدم هذاك انا فهمتي. قلت كل مره نقدم لكم شي حاجه باش الانسان اللي كيجيبو شي ملل، ما عرفتش واش موافقين ليه ولا لا. اذا كنتو موافقين يعني اللي موافق يرد عليا، واللي ماشي موافق يرد عليا في التعليقات. التعاليق هذه عاود سدرت الجلود مقطعه بحال الشواط، ها اللي قرات هي شي طريقه ما ديالها. في هذا شي صخور ما عرفتش دابا اللي حار واللي ماشي حار. هذا قبيلتي هذاك اللي كليتي قبيل حار كان ماشي حار، يعني هذا هو اللي حار، القبيله ما كانش حار. هو دائما المولى ملي تكتبوا عليه هو مش كيجيكم ساهل، ملي كتجبدوا في المجار النبيل عاود يعني المجار اللي مخصص باللحم كتكتب عليه اللحم في المجار باش كيجيكم ساهل. يعني كون شي تفتو تقلبوا نفس يدي تقلبوا المجوره كاملين باش تفتو على واحد الحاجه، والترتيب هو كل شيء. ترتيب مزيان ثاني هذيك البلاستيكه هي كاين، انا ما عنديش صافي كاين ديك البلاصه اللي كيتشدوا من الفوق تزيدوا لي هادو هادو بلاستيك هكا تكوز كيتشدوا. ما عنديش الساعه ما هادوك حسن وحسن اللي ديرها تاع حاجه ها هي هادي هذا واحد الصوتيك اخر. هذا مقسوم من عند ما عرفتش من هذا هو اللي مقسوم صافي. هذا الصوتيك كيفاش عامل هذا عامل هذا باقي عمري ما كليتو، اول مره نجيبو عنده غنقيسو ونقول لكم ان شاء الله يا ربي. هذه هذه خبزه دجاج، لا هذه صدر دجاج كنظن قمر، ها صدر دجاج بلي قمر. هنايا الكبسه عاديه هذه كبسه ماشي متعمله، شريت لي متعمله عاود بدري شريت لي متعملة ولي ماشي متعملة. هادي القرصة والكبدة كنخلط شوية مع شوية هكدا باش ملي كنجبدهم مبقاش يفتش، ثاني الكبدة ثاني القرصة ثاني هادي فهمتي، كيكون كلشي مع بعضياتو. ها هادي هي هكدا نديرو هادشي ديريكت باش مكيتجمعش علينا في الزبدة. هادي نجمع جمعت البلاستيكات حيت الاخر ملي كيتجمع علينا الزبد بزاف ما كيكونش منظم، داكشي كيعكس الواحد يخدم ديال شغلو في الحق. هاي داك الدغو ساعه كتجمع كيجي مزيان. هادي الكفته متعمله كنت كنعمل تقليد في بلاستيكه. شوف تقدر تعمل هذا نجمع هذا ما كيبان كلشي كنحط بعض ديك الطبق باغي تاكل باغي فهمتي. عاد في الصيف الا ما جبتيهاش الا بكري كتكون في الصيف هايدا الجبده ما كتجي كتلا في الصباح مع تكون سخانه ما تجي العشيه تكون باردت. فهلا مهلا هذا الشاورما، هذه الشاورما ديال الجبده انا كتعجبني في الجبد هي هي توكل على نجلس هي توقفه انا كامل وانا واقفه نجلس شويه هنا ربي ما يبقاش كيظهر لكم واقيلا ها ها ومايلايت هاني قلتكم بلاستيكا كلنا كانت فيها بزاف كنا كنبغيو شي دوب باغيه وكنزبقوها هكذا وفي نفس في نفس الوقت ما تعمروهاش. يعني اذا احتجتي غادي في التيوتا ها هي مزيانه احتجتي غادي شويش يعني داكشي الكبار كتجبد جوج ولا كاع ثلاثه على حسب شحال ديال البيرزون عندك. الواحد
يعطي معلومات ولو بسيطه تقدر تفيد الناس، خصوصا اللي باقيين بنيتات صغيره صغارين اللي باقيين كيف يتزوجوا قبيلين مع الزواج بصح كيكونوا مقولين، خصوصا دابا الناس كاملين يكونوا من القرايه ما كيتعلموش في دار الوالدين ديالهم بزاف ديال هاد الشيء هذا، فكي تزوجوا على القوم سقسي ويبدا معاك اليوتيوب، الانسان ما بقى كيتقسي حتى واحد كيدخل يوتيوب كيجبر الحاجه اللي ما دار ما كيعرفها حد. الحمد لله على كل شيء، هادشي تطراقش هادشي تطراقش، كنت كنفتش على الشيشه، الشيشه دابيت كاينه الشيشه دابيت مزيانه غزاله ما جبرتهاش هنايا حتى لا كرهتي حس فيها تطراقش مع هادو مع ديك الشيشه ما كرهتش. ايوا خليتنا شي وقت دابا وانا راه غادي نطيبو مع لينا مع فاميلي كيما جبرتي الشيشه وجبرت البلبونه بحال لا قولوا لي واش البلبونه عامله بحال الشيشه بحال الشيشه دري اللي كيعرف الشيشه بلديه واش بحالو ولا ماشي بحال اذا كان بحال بحال ملي شريت ديك البلبونه ونهز ليها ثلاث شخص شحال ما كليت فراقش بهيدا الشيشه ولا كيجو مزيانين عرفتي واش الناس كانوا كيعملوهم ولا لا كيجو مزيانين بزاف. هذه الكرشه شي هي الكرشه ها هي الكريشه معدله مقطعه نزيد نقطع شويه كتشوف التقطيع ديالك تعامل شويه كبيره انا نزيد نصغرها هي اصلا كطيب كتصغر بحق على الاقل من هيدا على جوج الكرشه كتعجزنا سبحان الله التعديل ديالها كيعجز ملي كتجبرها معدله وهكذا ما كتعقلش عليها هذيك الساعه تكغسلها الى طنجره غادي هذا حتى الكرشة اللي كانت رخيصه قبل وانت حاجه بقات رخيصه حاجه اللي شريتي غايبة الحمد لله على كل شيء الحمد لله مصرها ما يزيدش الغلا على هيدا وصافي. شنو هذا؟ هذا الفيلي فيلي ديال اللحم قطعوه لي شو كبير تبارك الله هذا ما نزلو نعملو شي قاد هيدا كبير غنقسمو هيدا على جوج ها ماشي دابا ما عنديش الوقت دابا ها هو الفيلي ما شاء الله شريتو بلا لقامة غنعملو لقامة انا ليدي هادو الكلاوي بالبقري كلاوي هادو الكلاوي غنعملو شي شو كرشة وشي اخر ان شاء الله غنقليه انا كنفضل كلاوي بالبقري على الغنمي الغنمي كيكون فيه واحد النسمه انت البقري لا البقري سبحان الله العظيم كيكونوا بدادين وحسن دابا ما فيهمش ديك النسمه جاده بحال الغنمي. دابا شنو عندي هادي بسم الله بسم الله هنايا هادي شنو سمي هادي الكفته بالجدال في القامه ديالها من الاحسن الانسان يعمل هادشي في الدار يقوى في الصدر هاد الجدار ويحمم ويعمل لي قامه اللي قالو عقلو اللي كتعجبو الحق انا مع الحبايب ما عنديش الوقت والله الانسان اللي كيكون خدام ما عنديش الوقت نعمل هاد الشيء راه كغسلت بقى الخضره كامله انا عدلها هاد الشيء واللي غيتبات يتبخر باش نعدلو نعدلها في التلج ان شاء الله باش كتجينا عونده ساهله كنجبدوها كتكون طايبه كنبخر معاها ملي كتكون على يطيب كنملها تساوم كتسخر معاها كنملها تساوم وكنملها هذا الربيع باش من بعد ملي كنجبدوها كيبقى غادي الزيتون والملاح والابزار والكيمون والفلافل صافي كتجي ساهله ديك الساعات هادي قلت هادي عمري ما جربتها هادي عاود صدر هاد الجداد بطريقه ما خاصه شريتها من عنده ما عرفتي كيفاش عندنا هاد الصال والتوم خليه مهم فيها بزاف ديال كنتمنى بحال هاد الماكلات كيجيو ساهلين قطعين معدلين وحتى تشخاطن في الكوزينه ما كيبقاش يتشخاطن بزاف يعني ما كتبقاش الشهر ها البصال ها ما شنو ها الربيعه راه حتى داكشي راه شغل ها ما صحاب القشور كيتجمعوا لك ها راه هذاك بيدور شغل الواحد ماشي داز واحد ما كيعندوش الوقت اما هو شي انسان عاد يدير كتسن
نعطي باليد الواحد على الشهوه على الدنا ديالو ونحقق. دابا حتى المرأة اللي جالسة في الدار الخدامة شي وداكشي حتى هي كيعجبها شي موجد تريح راسها شوية. راه الشيطان هذا هو اللي خاص تبدا غنكمل بهاد ان شاء الله ربي. شنو هنايا هنايا عاود هادي هادي حتى هي هادي الجداد عاود واحد الرقم اخر. انا اصلا كيعجبني الجداد بزاف كملي بحال هادي عاود نعاود نفس الصدر هاد الجداد عاود بلي قمار. علاش كنشري هيدا؟ انا ولادي كيعجبهم هادشي بزاف عرفتي ديك المرميطة وديكشي كنعملها كنشهاها راه جبدو كتعجبو حق ولادي سبحان الله العظيم كيعجبهم هادشي هذا بزاف على يد دارو. انا ولادي كياكلو كلشي صراحة توقعي حق كيفضلو هادشي حتى الكرشة ولادي كياكلوها بزاف الناس ولادهم مكيكلوش الفراقش والكرشة. انا ولادي علمتهم ديكشي من الصغر ياكلو ديكشي طبيعة باغية مزوقشي هيدا حسن الانسان مكيزوقشي ها كتلصيكا حيت كلشي مشدود دابا حنا في العشرة كلشي كيتشاد اصلا كاين بعض السوبر مارشي قبل العشرة كيتشادو هداك اللي متحت الدار ديالي كيتشاد حتى العشرة دابا شاد انا تا تحت شوية من السخرة و تحت شوية من الشغل و هدا عاد قلت انا نجمع. الحمد لله يا ربي هذا هو كل الشربات هذه من احسن كل وحده عملت لطيفه هذا شريتو 6 اورو و 99 والشربو شريتو 7 اورو و 99 كيلو يعني هادو خصني نعمل كاملين هنا حكيت هاك هذه واقيلا فانيكا كنظن اللي عامله شويه بحال عامله بحال شنو مسميه هاد الشكلية هاد ميرلا شوية عند الماضة ميرلا مجبرتها شي. المهم كنترككم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي وما تنساوش تعملوا لي لايك وتعليق واشتراك وقولوا لي يعني شنو الفيديوهات كيعجبوكم اذا عجبكم حنا بنا الفيديوهات نبقى نعلم لكم وشكرا ومع السلامة حبيبي مع السلامة.